السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. تفاصيل الفرار الجماعي للقطع البحرية الأمريكية من البحر الأحمر. تتواصل حالة الانهزام الأمريكي في مواجهة الجيش اليمني العازم على مواصلة إسناد غزة ومقاومتها وحصار العدو الإسرائيلي على كل الصعد حتى وقف العدوان. وفي آخر مظاهر للهزيمة الأمريكية، نشر موقع أمريكي شهير مؤخراً تقريراً جديداً سلط الضوء فيه على حقيقة فرار البوارج وحاملات الطائرات الأمريكية من البحر الأحمر على وقع المعركة المشتعلة أمام اليمنيين. يأتي ذلك في وقت سجل فيه البحر الأحمر خلواً تاماً من أي سفن أو قطع بحرية أمريكية للمرة الأولى، وهو ما تلقفته الأوساط العسكرية العالمية بوصفه تأكيداً إضافياً على حقيقة الانهزام الأمريكي الفاضح في اليمن. وخلال الأيام القليلة الماضية كان قد نشر موقع أكسيوس تقريراً جديداً أكد فرار جميع السفن الحربية الأمريكية من البحر الأحمر، موضحاً أنه بات فارغاً تماماً من أي تواجد أمريكي. خارطة توزيع السفن البحرية الأمريكية في منطقة غرب آسيا والتي شاركها الموقع في تقريره أكدت عدم وجود أي سفن أمريكية حالياً في البحر الأحمر، مبينة أن جميع القطع الحربية الأمريكية فرت إلى خليج عمان والبحر الأبيض المتوسط فراراً من الصواريخ اليمنية. ومن أبرز القطع الحربية الأمريكية التي فرت من ساحة المعركة اليمنية بعد تعرضها لهجمات صاروخية كثيفة من القوات اليمنية هي حاملة الطائرات USS أيزنهاور، وقد فرت في يوم 21 من يونيو الماضي. طراد USS فلبين الحربي، وقد فر من ميدان المعركة يوم 21 من يونيو الماضي. المدمرة الحربية USS جرافلي، والتي فرت يوم 21 من يونيو الماضي. فرقاضة USS ماسون الحربية، وقد فرت مطلع يونيو الماضي. البارجة USS كارني الحربية، وقد فرت منتصف مايو. المدمرة USS توماس هودن، والتي فرت يوم 4 من يناير الماضي. السفينة USS باتان الحربية، وقد فرت يوم 28 من ديسمبر. سفينة USSB بولر الحربية، والتي فرت في فبراير الماضي. فرقاضة USS لابون الحربية، والتي فرت في 6 من أغسطس الماضي. المدمرة الحربية USS كول، والتي فرت في 6 من أغسطس الماضي. وتزامن الكشف عن فرار البوارج والسفن الحربية الأمريكية مع إدلاء قائد أسطول البحر الأحمر الأمريكي الأدميرال مارك ميجز بتصريحات جديدة تضمنت تأكيداً على غياب الوجود الأمريكي في البحر الأحمر. هذا وكانت قد نشرت مجلة تورين بوليسي الأمريكية مؤخراً تقريراً مطولاً خلص إلى فشل العمليات البحرية الأمريكية الأوروبية المكثفة ضد اليمن كلية وعجزها عن وقف الهجمات اليمنية على السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو تلك المعادية في البحر الأحمر. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.